النمسا تمنع تمرير حزمة عقوبات أوروبية ضد روسيا. الداخلية تنفذ ضربة ضد أشخاص من المشهد اليميني المتطرف. البرلمان يوافق على فرض سقف أسعار الإيجار. تبرئة مؤسس بلاك ووتر من تهم تعديل طائرات مدنية. فيينا تستقبل إسرائيليون لمدة أسبوع ومجهولون يذكرون بضحايا غزة. النمسا أسعد دولة في الاتحاد الأوروبي لعام 2022. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. منعت النمسا فرض الحزمة 12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مؤكدة رفضها إخراج الجزء الروسي من أعمال مجموعة مصرفية مشتركة. وكانت النمسا قد طالبت أوكرانيا سابقا بإزالة بنك رايفايزن انترناسيونال من القائمة السوداء لدعمها روسيا، وأكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي رفض فيينا سحب الجزء الروسي من العمليات المصرفية، ما يتناقض مع مطالب أوكرانيا. من جهتها وصفت روسيا حزمة العقوبات الجديدة بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو. نفذت المخابرات النمساوية بالتعاون مع مكتب النمسا السفلى لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب عمليات تفتيش وتحقيقات ضد 8 أشخاص من المشهد اليميني المتطرف. وفي الوقت نفسه قادت وكالة الشرطة الأوروبية أوروبول يوم عمل مشترك ضد جرائم الكراهية، مع اتخاذ إجراءات على نطاق واسع ضد التطرف اليميني. وعثرت الشرطة النمساوية على أسلحة وذخيرة ومواد تخزين والعديد من الأشياء المرتبطة بالنازية. وعلق وزير الداخلية كارنر بأن هذه الضربة ضد التطرف بكل أشكاله، مؤكدا على الحاجة لمواجهته بحزم. أقر البرلمان النمساوي قانونا يقيد زيادة أسعار إيجارات الشقق غير الربحية بأغلبية من الحزبين الحاكمين الشعب والخضر. ويستهدف القانون تقييد زيادة إيجارات الفئات المحددة والوحدات السكنية العامة مثل مساكن البلدية والجمعيات. وعلى الرغم من نية الحكومة تقديم تقييد على الإيجارات الحرة، إلا أن القانون المقر لا يشمل هذا الجانب، ولذلك صوتت فقط أحزاب الحكومة. ووفقا للقانون لن يتم زيادة إيجارات الفئات المحددة في العام المقبل، وستحدد زياداتها في العامين التاليين بنسبة 5%. برأت محكمة فيينر نويشتات 5 متهمين من تهمة تحويل طائرتين زراعيتين إلى عسكرية دون إذن. واعتبرت القاضية أن التعديلات لم تكن مواد حربية، ولم يثبت سوء النية أو الإهمال لدى المتهمين، حيث تم نقل الطائرتان إلى مالطا وبلغاريا بعد التعديلات. وكان المتهم الرئيسي إريك برينس مؤسس شركة بلاك ووتر سيئة السمعة والمقرب من الرئيس ترامب، حيث أعرب عن استيائه من القضية واعتبرها تضييعا للوقت، وأن وسائل الإعلام ساهمت في تشويهها. استقبل عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ من الحزب الاشتراكي ناجون من هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر للمشاركة في مراسم تذكارية. وجاءت هذه الزيارة ضمن مبادرة لإظهار التضامن مع الضحايا والناجين من الهجوم، حيث قال لودفيغ بأن المدينة سوف تستقبلهم لمدة أسبوع لتوفير فترة من الراحة والسلام لهم. والخميس أغلق مجهولون جدارا تذكاريا للهولوكوست أمام البنك الوطني النمساوي، ووضعوا لافتة تربط بين ضحايا الهولوكوست وضحايا فلسطين، حيث قامت الشرطة بإزالتها وقدمت بلاغ.
كشفت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن النمسا تصدرت مؤشر السعادة بين دول الاتحاد الأوروبي في العام 2022 بتقييم 7.9 نقطة من 10 في مؤشر جودة الحياة. ويعتمد التقييم على استطلاعات الدول الأعضاء، حيث يشير التقرير إلى أن النمسا وبولندا ورومانيا كانت الأكثر سعادة، بينما جاءت ألمانيا وبلغاريا في المرتبة الأخيرة. وأكد التقرير أن ارتباط السعادة يعود إلى العوامل الاجتماعية مثل مستوى التعليم والروابط الأسرية ثم الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن التصنيف لا يرتكز على الثروة فقط. ومن أسعد دولة في أوروبا كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.